بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد دار خليل، وبهذا الفيديو بدنا نبدأ نميز بين مفهومين، مفهوم الـ Average Speed ومفهوم الـ Average Velocity. تمام؟ زي ما كنا نميز بين الـ Displacement والـ Distance، هالمرة بدنا نميز بين مفهومين جداد. لو تلاحظوا إنه معظم هذا الشابتر تمييز مفاهيم أكثر من إنه Calculations، لأنه عادة الشغل الأكبر رح يكون Chapter 4 على هاي المفاهيم. تمام؟ Chapter 3 رح تلاقوا شيء مختلف، لكن Chapter 4 رح نرجع لكل هاي المفاهيم، فاللي فاهم هاي المفاهيم مش رح يتغلب في Chapter 4. تمام؟ طيب، فشو يعني Average أو اختصار هيك AVE Speed؟ في ناس بتحطها هيك V Average. وشو يعني Average Velocity؟ لو ترجموهم، اذا بدكم ترجمتهم في العربي، هاي معناها سرعه، هاي معناها محصله السرعه. كيف كانت الديستنس معناها مسافه، وكانت الديسبيسمنت هي محصله المسافه، زي فكره هذول. فطبيعي جدا تلاقوا سبيد مرتبطه بديستنس على دلتا تي على التايم، ديستنس على تايم بعطيني سبيد، ديسبيسمنت على تايم بعطيني الفيلوسيتي. تمام؟ والرمز هاي تاعها في افريج، بس فوقها شحط ان متجه. تمام؟ اذا متذكرين كان في سكيلر وفي فيكتور كوانتيتيز. هلا هاي سكيلر، شو يعني سكيلر؟ يعني تقاس فقط مقدارا، هاي تقاس مقدارا واتجاها، فهي فيكتور كوانتيتي. تمام؟ كثير مهم تكونوا عارفين هاي الشغلتين، الفيكتور كوانتيتي عادة بنحط فوقه شحطة. هلا كيف بدنا نفهم او بدنا نطبق مثال بسيط على هذول القوانين؟ بنحكي انه في هاي البنت كانت موجودة بهاي النقطة كنقطة أولية، مشت متر مترين متر مترين ثلاث، وصلت لنقطة يعني نفس المستوى الأفقي من النقطة اللي بلشت منها، يعني بلشت مثلا من نقطة زيرو افرضوها، وصلت لنقطة بعيدة 3 متر، فهي وصلت لنقطة 3 بهاي الحالة. تمام؟ فبسألني شو الافرج سبيد، شو الافرج فيلوسيتي، علما بانه التايم اللي مشته في هاي كل الطريق هذا 6 سكند. تمام؟ فعطول بنحط اللي هو الافرج سبيد، سبيد في ناس بيرمزوا لها اي اي في اي يعني افرج سبيد، في ناس بيرمزوا لها هيك سبيد اس بتساوي ديستنس على دلتا تي. تمام؟ دلتا تي معروفه 6، بس كيف الديستنس؟ الديستنس هي هاي، كيف كنا نحسبها؟ نجمع كل الباث، فبالتالي هي كنا نسميها لينث اوف باث. تمام؟ طول الطريق اللي بمشي. فمرات حتى ما بسالكم عن الديستنس في الامتحان، بسالكم عن لينث اوف باث، فلازم تكونوا عارفينها. هلا شو الديستنس بتساوي؟ مجموع كل هاي الارقام اللي هي 1 زائد 2 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 3 على دلتا تي اللي هي 6 سكند زي ما اعطيني اياها، وتساوي 1 و 2 و 4 6 و 6 12 على 6 وتساوي 2 متر لكل ثانية. بما انه كمية سكيلر فبالتالي فيش داعي نحط اتجاه. تمام؟ طيب هلا لو بدنا نحسب الافرج فيلوسيتي او AVE VAVE بتساوي اللي هي displacement على دلتا تي، وتساوي displacement x final ناقص x initial على 6، وتساوي x final انا في نقطة بعيد 3 متر عن النقطة الانيشال، فبالتالي في الانيشال فرضوها دائما زيرو، انا بلشت من زيرو مع انه ما حكيليش اشي ثاني، فبلشنا من زيرو، وعلى نفس الـ x axis خلصنا عند 3، فبالتالي 3 النقطة اللي وصلنا عندها ناقص 0 على 6، وتساوي نص متر بير سكند. ولازم نحط الاتجاه، اما بنحط انه البوزيتيف ما هو مبين انه لليمين، بس ما انه وكانه متحرك في تو دايمنشنال، فبنحط بتحطه بلس انه لليمين، او بتحطه الافضل تحطه ايست انه تحرك للشرق. ليش حطيت ايست؟ لانه وكانه اعماله بيمشي بتو دايمنشن مش بون دايمنشن، بس في النهايه استقر الانيشال فاليو والفاينل فاليو على نفس الدايمنشن. هلا ممكن في حدا يخطر انه طب لو وقف هون شو بيصير؟ ببطلع نفس الدايمنشن، فاكس انيشال اكس فاينل بطلص بتطرحهم من بعض طرح،
فكل هاي الشغلات رح ناخذها بشابتر 4. بس انتو حاليا دائما افترضوا انه ببلش وبخلص على نفس الاكسس، تمام؟ بلشت هون وخلصت هون، حتى لو لفيت بالواي اكسس، تمام؟ فعشان هيك هاي الجواب. فدائما لانه فيكتور كوانتيتي بنحط الاتجاه، تمام؟ اما بنبرز الاشاره او بنحط ايست، تمام؟ فهاي فكره الافرج سبيد افرج فيلوسيتي، كل واحده مع مين ترتبط وكيف نربطها بالديستانس وبالديسبليسمنت، تمام؟ المفروض تكون الامور وضحت في هذا الفيديو، وان شاء الله في الفيديوز القادمه بعطيكم امثله اكثر واكثر على اساس تكونوا فهمتوا الفكره بشكل واضح ان شاء الله. يعطيكم العافيه ونشوفكم في فيديوز قادمه.